السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم نشوفوا نموذج ديال الامتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة، الدورة الأولى دورة يناير 2024، المستوى السادس ابتدائي، دونك مادة الرياضيات. هنا هذا امتحان نموذج ديال 2023، ولكن تابع للإطار المرجعي اللي حاطها الوزارة، بمعنى تكون نفس الأسئلة، يعني تتغير بعض يعني شي حاجة بسيطة، الأرقام يعني نفس السيستم دائما في الأسئلة. إطار مرجعي واحد هو اللي باقي. جيد، دونك نحاولوا نديروا الانجاز. انا كالعاده غنخليه لكم في صندوق الوصف، اللي بغى يدير التحميل ديالو يدير الانجاز ويصحح من خلال الفيديو. اذا دائما في السؤال الاول فكتكون عمليه الاربعه، يعني هنا غير الطرح والضرب والقسمه، يعني تفاداو الجمع، ولكن غالبا تيكونوا اربعه العمليات. دونك دائما كنبدا بين قوسين، اذا هنا عندي عمليه الطرح، اذا دائما خصني ندير الفاصله تحت الفاصلة هكذا دائما. إذا هنايا عندي 763 في الوحدات البسيطة، ثم 341 في الآلاف، وفي الجزء العشري هناك 84. هنا عندي غير الجزء الصحيح، بمعنى غنوضعو هنايا في الجزء الصحيح. هنا 337. لاحظوا الجزء العشري غير موجود، بمعنى أصفار. إذا دائما خصني نحترم الفاصلة تحت الفاصلة تحت الفاصلة باش كتجي الطريقة سهلة جدا. إذا 4 - 0، 8 - 0، 3 - 9، لا يمكن أستالف، نحسب 13 نقص من 9، دونك نكمل 9 نزيد على 1 تولي 10، ونزيد 3 هي 4، ديما نكمل 10. 6 نقص منها 1 هي 5، 7 نقص منها 3 هي 4، هنا نستالف لنا لا يمكن، 11 نقص منها 7، دونك 7 نكمل 10 خاصها 3، وهاد الواحد هي 4. او نتوما ديروا تقدروا في الامتحان ديروا تحسبوا حتى بدوك الشريطات الصغيورين، ما كاينش مشكل، يعني الامتحان خاصك تجيبو صحيح اي طريقه. هنا 4 - 4 0، 3 - 3 0، دونك ندير اي طريقه باش نجيب الجواب صحيح. الله يجعل ندير هذوك الشريطات نحسب بهم، ماشي مشكل، ما يشوف حتى شي واحد، وحتى تخرج من الامتحان وديك الساعه حسب، راه ما تحسب ذهنيا. ثم ما حصلت عليه بين قوسين اللي هو 4454.84، أضربه في 2.5. هنا ندير جدول الضرب ديال 5 وندير جدول الضرب ديال 2، نكتبهم باش ما نتلفش الامتحان هذا. 5 × 4 = 20، 5 × 8 = 42، 5 × 4 = 24، 5 × 5 = 25، 5 × 4 = 22، 5 × 4 = 22. ثم أضعوا النقطة وأمر إلى 2. 2 × 4 = 8، 2 × 8 = 16، 2 × 4 = 9، 2 × 5 = 10، 2 × 4 = 9، 2 × 4 = 8. ثم أقوم بعملية الجمع. إذا 0، هنا 8 + 2 = 10، 6 + 4 = 1 = 11، 9 + 11 = 7 = 17، 2 + 1 = 3، 9 + 2 = 11، 8 + 10 = 11. لدي 1 2 3 1 2 3 أرقام وراء الفاصلة. دائما نحسب شوية، عليا نستعمل الشريطات، نستعمل أي حاجة باش نجيب الجواب صحيح. هنا عندي الفاصلة وعندي الفاصلة، إذا ضروري مع عملية التحويل. إذا هنايا عندي رقم، نقدر نضرب هنايا في 10 وهنايا في 10، بمعنى ندوز الفاصلة برتبة وهنا برتبة. هنا واخا تبقى ماشي مشكل، بغيتو دوزها هنا برتبتين وهنا تزيدو الصفر تقسمو على 460، بحال بحال. دونك أنا غنزيدها برتبة وحدة، تولي 3767.4، إذا الفاصلة زيدتها هنا، تالي غنزيدها برتبة واحدة فقط. إذا كما قلت، إلا حيدتي هاد الفاصلة ودرتي هنا الصفر صحيح. إذا جوج أرقام، جوج أرقام مكافيش، غناخد 3. 376 شحال فيها من 46، دونك هنايا كتستعملو جدول الضرب ديال 46، دونك هنا 37 شحال فيها من 4، 9 × 4 = 36، جرب 9 × 6 = 54، 9 × 4 = 36، 41، دونك بزاف. رجع ل 8، 8 × 6 = 48، 8 × 4 = 32، 36، دونك هادي مزيانة. 8 = 368، إذا 16 - 8 = 8، 7 - 7 = 0، 8 صغر من 46، يعني مزيان. دابا نزل 7، 87 شحال فيها من 46،
دوك 8 شحال فيها 4 فيها جوج، غنجرب جوج ولكن غتجي كتيرة، غتجي 92، جوج 6 12، جوج 4 8 9، دونك بزاف. اذا واحد 46، ثم عمليات الطرح 7 ناقص 6 1، 8 ناقص 4 4، 41 صغر من 46. دابا الفصيله ما كتنزلش هنايا، الفصيله كتنزل هنا ونزل 4، دونك 414 كنا حسبناها قبيله، ها هي 414 فيها 9، دونك هنايا غندير 9 و414. ديما القسمه ديال الامتحان راه كتكون مضبوطه. جيد، من بعد ما كملت العمليات، ودائما ننصحكم واحد النصيحه، راه ماشي بضروري تبداو بالعمليات، يعني يمكن تشد الورقه ديالك وتبحث على الاسئله السهله. انا دابا الامتحان كنمشي به بالترتيب، ولكن نتوما تقدر تمشي تبحث على الاسئله اللي هي سهله، اللي ما كتطلبش مجهود، ما كتطلبش وقت، يعني بزاف تنجاوب عليها. نقدر نمشي نبدا بالتحويل، اللي كيضبط التحويل مزيان، يضمن دوك العشرة نقاط. هنا اتميم الجدول بما هو مطلوب، كتابه العدد بالحروف، اذا هنا كتابه العدد بالارقام. اذا عندي 78 مليونا، هنا كيفاش كنكتب الاعداد؟ عندي بادي من الملايين، اذا ثلاثه ديال الارقام في الملايين، ثلاثه ديال الالاف وثلاثه ديال الوحدات البسيطه. اذا الملايين مليونا، عندي 78، ساكتب 78، ثم في الالاف كاينه هو 5000، اذا غنكتب 5000 هكذا، و 14، اذا هنايا 14 الا ما كانش خطا في الامتحان، يعني نمشي للاعشار وندير 4. اذا هنا الوحدات البسيطه غير موجوده، والفاصله والاعشار ندير 4. هنا نفس الشيء، عندي الوحدات البسيطه، الالاف، الملايين، اذا 7 ملايين، هذا الفصل رقم 3، 7 ملايين، 863,000، لأنه الآلاف، وفي الوحدة البسيطة 200 و200، يعني كل فصل كنكتبو بوحدو. 3، حدد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 8 و14، دونك خاصنا نديرو مضاعفات 8 اللي هي 0 8 16، كنبقى نزيد ب 8 ولا ندير جدول الضرب ديال 8، 8 في 0، 8 في 1، 8 في 2، 8 في 3، 8 في 4، 8 في 5 وهكذا. ثم 14 نفس الشيء، 0 ضرب 1 14، نقدر نزيد 14 اخرى 28، نزيد 14 اخرى تعطيني 42، نزيد 14 أخرى غتعطيني 56، نكمل هادو 40، نزيد 8 48، نزيد 8 56، إذا 56 56، إذا المضاعف المشترك الأصغر، ونورمالمون المضاعف المشترك الأصغر هو الصفر، ولكن حنا ديما كنديرو بدون الصفر، هنا خصني نزيدو السؤال دون الصفر. المضاعف المشترك الأصغر هو 56. هنا أحد الأعداد القابلة للقسم على 2 و9 في آن واحد، إذا متى يكون العدد قابل للقسم على 2؟ إذا كان رقم وحداته عدد زوجي، يعني 0 2 4 6 8. إذا هنا على 2 و9 في آن واحد، إذا الفرديين لا، إذا الزوجيين كاين هذا، نشوفوا واش قابل للقسم على 9، متى يكون قابل للقسم على 9؟ إذا كان مجموع أرقامي من مضاعفة 9، دونك 2 زيد على 9 هي 11، زيد 4 هي 15، و 15 ليس من مضاعفة 9، إذا أنا هذا لا. هنا 2 عدد زوجي يعني قابل للقسم على 2، 7 زائد 2 9، إذا هذا من مضاعفة 2 و 9، هذا عدد زوجي، إذا نجربوا على 9، 3 و 2 5 و 4 9، هذا عدد زوجي، إذا نجربوا على 9، 6 زائد 3 9، حيت 9 كنجمعوا الأرقام، هذا عدد فردي ليس قابل للقسم على 2، هذا 8 قابل للقسم على 2، 8 زائد 1 9، هذا فردي لا، 8 يقبل القسم على 2 ولكن لا يقبل القسم على 9، هذا فردي لا وهذا فردي لا، دونك الأجوبة الصحيحة هي هذه.
هنا أحسب وأختزل ما يلي متى أمكن ذلك. إذا هنايا نوحد المقامات أو نختزل هذا العدد. إلا بان لي في العدد الكسري الاختزال نقدر نختزل. إذا أنا 15 و 12 كينقاسم مشترك هو 3، إذا نقدر نختزل. هنا نقسمه على 3 5، وهذا على 3 4 قسمة 9. دابا نوحد المقامات. إذا 4 في 5 20، كنضربوا هذا في هذا، ثم 5 في 5 25، و 2 في 4 8. إذا 25 ناقص 8، ومن طبيعة الحال قسمة 9. إذا 25 نقص منها 8 هي تعطيني 17 على 20 قسمة 9. من طبيعة الحال 9 راه هي 9 على 1. ثم الآن 17 على 20، القسمة شنو كتولي؟ كتولي ضرب في المقلوب، 9 على 1 تصبح 1 على 9. الآن أضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 17 ضرب 1 تبقى 17، وهنا 9 في 2 18 وأضيف 0، وهو غير قابل للاختزال، لأن أصلا 17 مع 9 لا تختزل، 17 مع 20 لا تختزل. 17 أصلا عدد أولي، كتقسم على 17 فقط. جيد، نمشيو للمسألة. قام مربي للحيوانات. إذا لاحظتوا نفس الإطار، نفس الأسئلة غادي يجوكم نفس بالترتيب، يعني العمليات هذا يقدر يكون يقدر ما يكونش ديال الأرقام، ولكن اللي 100% هما العمليات المضاعف ولا القواسم بحال هادو، أعداد كسرية ومسألة 100%. إذا قام مربي للحيوانات بتوزيع دجاجات داخل أقفاص مختلفة السعة، حيث وضعها في المرة الأولى في أقفاص ذات سعة 9 دجاجات للقفص الواحد. يعني بما أنه جاو 9 دجاجات في القفص الواحد، يعني العدد ديال الدجاج غيكون من مضاعفة 9، فبقية الدجاجة واحدة، إذا ما غيكونش مضاعفة 9، غيكون نقص منه واحد عدد شي يصبح من مضاعفة 9 لأنها بقيت واحدة. ثم وزعها للمرة الثانية في أقفاص ذات سعة 5 دجاجات للقفص الواحد، فبقي كذلك دجاجتين. إذا نبقى الدجاجة من اللي دارهم على 5 بقاو دجاجتين. ثم وزع للمرة الثالثة في أقفاص ذات سعة 3 دجاجات للقفص الواحد، فبقي الدجاجة واحدة. إذا علمت أن عدد الدجاجات محصور بين 37 و 88، فكم عددها؟ إذا هنايا غنديرو مضاعفة 9، مضاعفة 5، مضاعفة 3، ولكن ما نديرهمش كامل، كنديروها ديال الأكبر ديال 9، مضاعفة 9، دونك هي ولكن محصورة ما بين 37 و 88، دونك غندور مضاعفة 9 اللي بعد 37، اللي هو مباشرة 45، كاين 36 45، يعني 9 ضرب 5. ثم ضرب 6 ضرب 7 ضرب 8 ضرب 9. جيد، هنا كتبقى لي دجاجة ملي كنديرهم ديال 9، بقية الدجاجة واحدة. ما معنى ذلك؟ معناه أن إلا كان 45 ونزيدو الدجاجة اللي كتبقى، يعني 46، داك ديما خصنا نزيدو واحد ديال الدجاجة اللي كتبقى. دونك 45 زائد واحد 46، 46 لاحظوا هنا ملي كنديرو ديال 5 كيبقاو دجاجتين. إذا هنايا إلا كان المجموع هو 46، باش نحيدو منها تبقى تشيط وحدة ونديرو 45. إذا إلا كان 46، 46 إلا نقسم منها الدجاجتين غتبقى 44، 44 مكيناش في مضاعفات 5، إذا هذا لا. هنا نفس الشيء نزيدو الدجاجة اللي كتبقى، 55 إلا نقصنا منها دجاجتين 53، 53 ماشي مضاعفات 5، وهكذا غنبقاو غاديين بهذه الطريقة. 63 أيضا يعني نزيدو واحد يولي 64، نقسم منها جوج 62، مكاينش. نفس الشيء هذا إلا زدنا واحد غتولي 82، دونك 82 كنقصو من هذيك الدجاجة اللي كتبقى غتبقى 81، 81 من مضاعفة 9، جينا مزيانة. إذا 82 دجاجة هنايا، 82 إلا نقصنا منها دجاجتين، 82 نقصو منها دجاجتين تبقى 80، 80 من مضاعفة 5، إذا الجواب الصحيح هو 82 دجاجة. عندنا 81 زائد 1 تساوي 82، وعندنا 80 من مضاعفة 5 زائد دجاجتين اللي كيبقاو هي 82، وعندنا بالنسبة لثلاثة 82 دجاجة. كتبقى لينا في ثلاثة شحال كتبقى؟ دجاجة واحدة. إذا نزيدو عليها 82 من المضاعفات، هنا شحال كتبقى لينا؟ فبقيت دجاجة واحدة.
دونك دجاجة واحدة بمعنى 81. 81 هنا 81 أيضا. إذا لاحظوا 81 من مضاعفات 9 زائد الدجاجة اللي كتبقى هي 82. دونك 82 وعدد الدجاج. إذا عدد الدجاج هو 82 دجاجة. 82 دجاجة. هنا اقترح سعة قفص من أجل توزيع الدجاجة دون تبقى أي دجاجة. إذا لا بغينا نديرو شي قفص ولا أقفاص وما تبقى عندنا حتى شي دجاجة، خص يكون من قواسم 82. إذا 2 قاسم للعدد 82. سعة القفص دجاجتان. سعة القفص دجاجتان. يعني نديرو أقفاص ديال جوج ديال الدجاجات باش يجينا قد قد وما تشيح لنا حتى شي دجاجة. جيد، نمروا إلى الصفحة الموالية واللي هو مجال الهندسة. دونك أنشئ نقطتين مختلفتين أ و ب. إذا نديرو واحد نقطتين مختلفتين أ و ب مثلا هنا. أنشئ مستقيما دي واحد يمر من أ، أنشئ مستقيما دي اثنان عمودي على دي ويمر من. إذا ندير واحد مستقيم مثلا هنايا يمر من أ، هو يمر من أ، نسميه دي واحد يمر من أ. أنشي مستقيما دي اثنان عمودي على دي واحد، يكون عمودي على دي ويمر من أ. إذا هنايا غنحتاجو الكوس. إذا باش يكون عمودي على دي واحد ويمر من أ، نحط الكوس على دي واحد في أ هكذا. هذا نسميه دي اثنان. أنشي مستقيما دي ثلاثة عمودي على دي اثنان، يعني عمودي على هاد دي اثنان هذا ويمر من بي. بما أنه عمودي على دي اثنان نحطو على دي اثنان، الكوس على دي اثنان ويمر من بي دوز من بي هكذا. ثم أمدد ثم أضع زاوية قائمة هنايا. مخصيش نحبس حد بي، خصني نزيد شويه نخرج باش ما يكونش نصف مستقيم. اذا دي 3. هنا ماذا تلاحظ بالنسبه للمستقيمين دي 1 ودي 3؟ لاحظوا دي 1 ودي 3 كيف هما متوازيان. اذا دي 1 ودي 3 مستقيمان متوازيان. ولا بغينا نزيدو حنا حد هنا راه الجواب صحيح، بغيتو تكتبو بحال هكايا راه الجواب صحيح. هذه كتعني علامة توازي. جيد، نمشيو للمجال الثالث اللي هو القياس. دونك حول الوحدة التالية إلى ما هو مطلوب. هنا غادي خاصونا الجداول من طبيعة الحال ديال التحويل. إذا هذا هو الجدول. دونك يمكن لينا هنايا الكيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، نفسو كيلوغرام، هكتوغرام، ديكاغرام، غرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام، نفس الجدول. يعني كيتبدلو غير الغرام المتر، غرام المتر إلى آخره. دونك هنا دائما رقم الوحدة ديما حطو رقم الوحدات في الوحدة، 8 في المتر وحدها الواحد 18 زائد 23 ديسيمتر. دونك هنا إلا حطيت 3 في ديسيمتر هنا الجوج غتجي فوق هادي، دونك نهبط شوية ونجمعهم. حالك. إذا لا شيء زائد 3 3، 8 زائد 2 10، 1 زائد 2 1 زائد 1 2. دابا أنا باغي الديكامتر، غنجي للديكامتر وغندير فاصلة. إذا 2.03 2.03. جيد، نمشيو دابا للكيلوغرام. هنايا رقم الوحدة راه هو 3، 3 كيلوغرام. دونك غنجي للكيلوغرام 3 كيلوغرام. فاصلة 35 غنحولوها للغرام. دونك الغرام هو هذا. إذا نكمل بالصفر. إذا 3350. ثم هنا هذا خاص بالحجم. إذا 2 في الديسيمتر مكعب، 52 ديسيمتر مكعب، فاصلة 41
نحولها الى الهكتوليتر. اذا ها هو الهكتوليتر، نوصلها ونديرو فيها فاصله. اذا 0.5241 صفر هكتو لتر طبيعة الحال. بالنسبة لهذا فالكيلو أوكتي والميجا أوكتي فيلزمنا هذا الجدول، فغنوضعو 2 في الكيلو أوكتي 2، إذا وحدات عشرات مئة ديما نوضعو في الوحدات في الأول. إذا 2 × 1 = 5 هكذا 512 كيلو أوكتي. بغينا الميجا أوكتي ما واصلش، نوصلوها ونديرو فيها فصيلة. ديما الوحدة اللي كنبغيو نحولو لها كنديرو فيها فاصلة. إذا 0.512 هذا خاص بالمساحة. إذا هذا هو الجدول. إذا 4 هكتار هاهي في الوحدات ماشي في العشرات، وحدات عشرات. 2 ار هاهي 5. 0 سنتي ار إذا سنتي ار 0.1 ديما رقم الوحدات في الوحدة، في الوحدات ماشي في العشرات. هنا فراغ نملؤوه بالصفر. ديكامتر مربع، غنجيو للديكامتر مربع وكنديرو فاصلة، يعني الأمر سهل جدا. 452.001 جيد. نمشيو للثانية، احسبوا حجم متوازي المستطيلات ذو الأبعاد التالية. كنعرفوا حجم المتوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع، هذه قاعدة خاصها تكون محفوظة. إذا الطول هو 9، العرض هو 5، والارتفاع هو 8. دونك هو قال لي احسب حجم متوازي المستطيلات ذو الابعاد التاليه، ما فرضش عليا الوحده، دونك نخليها بالمتر مكعب بلا ما نبدلو نديرو التحويل. دونك 8 × 5 = 40، 9 غنضربها في 40، 9 × 0 9 × 4 = 36، دونك 360 متر مكعب. دونك الا خليتي بحال هكا الجواب صحيح. احسب محيط الشكل بي جانبه. دونك هنايا الا بغيت محيط هذا الشكل غندير الاضلاع الخارجيه. دونك عندي ها 1 2 3 4 5 ديال الاضلاع كلها نفس العلامه متقايسه وكلها فيها 4 متر. اذا 5 × 4 اذا هذا 4 1 2 3 4 5 المرات. هذا الداخل راه ما دخلش في المحيط، هذا كيتسمى في المساحه. دونك 20 متر. 4 مساء غرس فلاح 3 حقول ببذور الطماطم كما هو مبين في الشكل جانبه. اذا 3 الحقول دار فيهم الطماطم، الحقل 1 الحقل 2 الحقل 3. احسب مردوديه الحقول الثلاثه علما ان انتاج كل هكتار واحد هو 80 طن. دونك كل هكتار كيعطيني 80 طن، وانه غرس نصف الحقل الاول وربع الحقل الثاني والحقل الثالث كاملا. دونك هنا المكان صغير جدا لهذه العمليات كاملين، ولكن نحاولوا. إذا هنا مردودية الحقول الثلاثة، ما معنى ذلك؟ معنى أن الحقل الأول فيه 5 هكتار، كل هكتار كيعطي 80 طن. هو شوف شنو دار، غرس نصف الحقل الأول، بمعنى ما غرسش 5 هكتار كاملة. إذا 5 × 80 لأن كل هكتار كيعطي 80، ولكن نصف، غرس النصف فقط، زائد هذا الحقل الاول نصف الحقل الاول وربع الحقل الثاني. هاد 14 الهكتار ديال الحقل الثاني دار هو غير الربع ديالها. ما معنى ذلك؟ معنى 14 هكتار في 80، لان كل هكتار كيعطينا انتاج كل هكتار كيعطينا 80، ولكن هو دار على الربع بمعنى قسمه على 4. ثم الحقل الثالث كاملا 9 هكتار كلها غرسها. ثم نقوم بالعملية الحسابية. إذا أنا نضرب 5 × 80، 5 × 48 هي 400 × 2 هي 200. هنا 80 مقسومة على 4 هي 20، 14 × 20 هي 280. طبيعة الحال غديرو العملية الحسابية، 9 × 8 = 72 ونزيدو 0. ثم نقوم بعملية الجمع، 0 + 0 + 0 = 0، 0 + 8 = 8 + 2 = 10، 7 × 9 7 + 2 = 9 زائد الاحتفاظ 10 زائد 2 = 12 طن. إذا 1200 طن. نحسب المساحة الإجمالية للحقول غير المغروسة، يعني اللي ما مغروساش، شكون اللي ما تغرساش. دونك الحقل الأول غرس النصف فقط بمعنى
خمسة مقسومة على اثنان زائد الحقل الثاني غرس غير الربع ديالو، بمعنى 14. اذا هنايا غرس غير الربع ديالو، اذا 14 غنقصوا منها داكشي اللي تغرس. اذا 14 قسمناها على 4 غديروا العمليه بطبيعه الحال غتعطيكم 3.5. اذا غنقصوا منها 3.5 داكشي اللي تغرس، او نديروا 14 في 3 على 4 لان الا غرس الربع بقات 3 الارباع. دونك 14 نضربوها في 3 الارباع، نقدروا نضربوها في 3 ديال الارباع. ثم بالنسبه للحقل الثالث هذاك راه غرسو كامل كاملا. اذا 5 مقسوم على 2 هي 2.5. هنا 14 نقصنا من 3.5 دونك كتبقى حدا 10.5. إذا درتو العملية بطبيعة الحال باش تأكدوا، لأن 14 تنقصو منها 3 تبقى 11، تنقصو منها النص تبقى 10.5. دونك هنا النصف زايد النصف هي 1، 3 3 10 هكتار. إذا 13 الهكتار اللي ما لم يقم بغرسها، بينما هو كان عنده 14 زائد 9 23 زائد 5 28، كانت عنده 28 دونك ما غرسش منها 13 الهكتار. دونك هنايا كتبتو 14 ناقص 3.5، أو الطريقة الثانية 14 في 3 الأرباع لأن غرس الربع، دونك بقات 3 الأرباع اللي ما تغرسات. دونك كتبتو هادي ولا كتبتو هادي راه بحال بحال، راه بجوج غيعطوك 10.5. تادي إلا ضربتي في 3 وقسمتي على 4 يعطيك 10.5. جيد، نمشيو للمجال الرابع والأخير. يمثل الجدول جانبه عدد، وهذا ديما كنعتبرونا غير كادو للتلاميذ لأن كيكون سهل جدا. يمثل الجدول جانبه عدد التلاميذ المصوتين لفائدة زملائهم من المترشحين لاختيار رئيس تعاونية القسم. دونك هنا المترشحين مصطفى، نوال، كريم، حكيم، خديجة. عدد الأصوات مصطفى حصل على 5، نوال 4، وهكذا. دونك من المترشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات؟ أقل عدد هو الصفر، يعني كريم هو اللي ما جابش أصوات، أقل عدد من الأصوات. ب من المترشح الحاصل على أعلى الأصوات؟ دونك أعلى الأصوات هو 6، إذن حكيم. من هم المترشحون الحاصلون على عدد الأصوات أكثر من 4؟ دونك كاين مصطفى جاب 5، كاين حكيم جاب 6، هادو هما اللي حصلوا على أكثر من 4. دونك كان هذا نموذج الامتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة المستوى السادس ابتدائي الرياضيات دورة يناير 2024، اللي غيكون نفس الأسئلة تقريبا، كتغير الأرقام فقط لأنه تابع للإطار المرجعي ديال الوزارة. نتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا، إلى اللقاء.